أعزائي المشاهدين، كما عودتكم قناتنا على مواكبة مختلف التظاهرات التي تنظمها الوزارة، نتواجد اليوم أمام قصر المؤتمرات بمراكش لتغطية فعالية المنتدى الإفريقي الأول للسلامة الطرقية المنعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تحت الشعار السلامة الطرقية بإفريقيا رافعة للتنمية المستدامة. أشغال هذه الدورة المنظمة من طرف وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير بشراكة مع برنامج سياسات النقل بإفريقيا ستمتد من 13 إلى 15 من نوفمبر 2018. وقد ترأس السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة مراسم افتتاح المؤتمر بحضور عدد كبير من الوزراء الأفارقة وشخصيات وطنية ودولية. القارة الإفريقية مع الأسف الشديد لا تزال متأخرة في مؤشراتها في مجال السلامة الطرقية، والمغرب عنده واحد التجربة في هذا المؤتمر أو هذا المنتدى، هو مناسبة أولا لتقاسم تجربة المغرب مع إخوانه الأفارقة، مناسبة لوضع معالم استراتيجية مشتركة على مستوى القارة الإفريقية ولتدارك هذا العجز الموجود، مناسبة لتقوية علاقة المغرب مع أشقائه الأفارقة. وسيشكل هذا المنتدى مناسبة لتبادل الخبرات والتجارب بين الفاعلين في قطاع السلامة الطرقية من أجل تحقيق الهدف المشترك المتمثل في الرفع من مستوى السلامة الطرقية بالطرق الإفريقية. La valeur ajoutée de ce forum qui est au niveau du continent, c'est la, disons, le niveau de participation des leaders de ce continent et un parterre d'une vingtaine de ministres africains qui ont pris part à cet événement. Cela dénote donc du niveau de représentation assez élevé et c'est cela la particularité du forum d'aujourd'hui. وبالإضافة إلى الندوات العلمية، يتضمن برنامج هذه الدورة مهرجانا للسينما الإفريقية حول السلامة الطرقية، كما يتضمن معرضا سيمكن المشاركين من عقد لقاءات عمل وربط علاقات ترمي إلى تطوير المهن المرتبطة بالسلامة الطرقية. Les pays africains ont presque le même concept, soit l'état des routes, soit le comportement. On veut vraiment s'accentuer sur ça, sur ce point, surtout le comportement. Parce que l'être humain, ou bien le conducteur, ou le piéton, dans les pays africains, il n'est pas, c'est-à-dire le même que dans les pays européens. Donc il nous faut des mécanismes spécifiques aux pays africains. فكونوا معنا لمتابعة فعاليات هذه الدورة من خلال البرمجة التي خصصتها القناة الإلكترونية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء لهذا المنتدى.